الحديث أكثر عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف محمد كمال عبازي، نائب برلماني عن ولاية ورقلة. مساء الخير، مرحبا بك سيدي. مساء الخير، أهلا وسهلا. كيف تقرؤون رد فعل الحكومة خاصة بعد سلسلة من احتجاجات لسكان الجنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذه اللجنة التي تشكلت لإعادة دراسة قيمة فاتورة الكهرباء والغاز في ورقلة وفي ولايات الجنوب هو يعني إجراء رحبنا به وباركناه، ونعلم بأن إعلانه من طرف مؤخرا من طرف وزير الطاقة وقبله وزير الداخلية كان نتيجة لتجاوب كبير من الحكومة مع كثير من الجلسات التي قمنا بها نحن أعضاء البرلمان بغرفتي، خاصة مع وزير الداخلية، وكان الإجراء كانت القراءة جيدة وإيجابية، وتمخض عنها هذه اللجنة العملية والتي جاءت بقرار يعني مسؤول وقرار كبير من السيد وزير الأول، تنفيذا للاهتمام الكبير والاهتمام المركز خاصة من الناحية الاجتماعية لبرنامج فخامة الجمهورية. طيب سيدي، فقط ترى أن هذا الإجراء سيخفف بعض من الاحتقان وسط السكان في الجنوب؟ هو أصبح يعني حتمية وضرورة ملحة إذا زدنا إليها حجم الاحتجاجات وحجم المطالب فيما يخص هذا الموضوع، خاصة وأن مع بوادر هذه الأزمة ومع شح الموارد ومع تدني القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ولايات الجنوب، أصبحت شيء محتم لإعادة النظر في هذه الفاتورة، مع العلم أنه فصل الشتاء مع فصل الصيف عفوا مع التغيرات المناخية أصبح يطول حتى مدة 6 أشهر، وأنت تعرف يعني استعمال مكيفات لمدة تزيد على 18 ساعة في اليوم، وكل يعني الحياة التي أصبحت تعرف رقيا شيئا فشيئا تجعل من استهلاك الطاقة الكهربائية يعني ضرورة حياتية ملحة. شكرا. أضف إلى ذلك أنه هذه المناطق باعتبارها يعني مناطق لضخ ومناطق لإنتاج الطاقة الكهربائية، ومن بعد ذلك في القريب العاجل سوف تكون مناطق لإنتاج الطاقات المتجددة. أظن أنه من الضرورة بمكان إعادة نظر في هذه الفوترة وتحسين الناحية المعيشية والعيش الكريم خاصة في هذه المناطق التي طالما مدت بالخير والخيرات الكثيرة للوطن الحبيب. النائب البرلماني عن ولاية ورقلة محمد كمال عبازي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا. ننتظر أن يكون التخفيض يكون بصفة لا تكون رمزية ولكن بصفة كبيرة جدا وهو كذلك المواطن. شكرا جزيلا لك إلى قطاع